وبعدين لو استخدم ايدك الشمال اهو مفيش مشكله، وبعدين تحس البلس وتعده، يكون معاك ساعه فيها عقرب ثواني عشان تعرف تعد الريت ماشي. وبعدين بتعمل كومنت على الفوليوم، هل هو بيك فوليوم ولا نورمال فوليوم ولا بيك ولا ويك فوليوم، وبرضه تمسك ايديها من اليمة التانية تبين له انت بتشوف الايكواليتي اون بوث سايدز بالنسبة للريت وبالنسبة للفوليوم وبالنسبة للريزم ماشي. وبعدين بتشوف الوتر هامر بالس، ترفع ايديها لفوق، وبعدين عند الميد ارم تحط صبعك كده وتحس، محدش يمسك كده ويقول لي الوتر هامر بالس، ويكون ايديها مرفوعة لفوق اباف ذا ليفل اوف ذا هارت تمام. وتعمل كومنت على خمس حاجات، الريت والفوليوم والريزم والايكواليتي اون بوث سايدز والوتر هامر، ما تزودش عن كده حاجة. حاجات بتاعت البطنه والتانيه دي ملهاش اي لازمه خالص ماشي. البلس بتاع مروه كاركترستيك قوي ان هو من 70 ل 80 تقريبا ما عدتوش، بيج فوليوم وريجولار وايكوال بوث سايدز وفيها ووتر هامر بلس نحس. البلاد بريشر بتاعها يا ريت اسوق، لان البلاد بريشر بتاعها 110 20 او 10 الدايستول واطي خالص، ده فيها وايد بلس بريشر. وبالمره اسمعوا الهارت فيها مترا ريجيرج، في على الابكس فيها مترا ريجيرج باين بانس ستوريك مرمر بروباجيتد للاكسل تمام. وفيها ساينز كتيره تانية مش مشكله، بس هي انا بحاول الوكلايز على السكيلز اللي ممكن تجيلك في الامتحان بالنسبه للحاجه ماشي.